بسم الله الرحمن الرحيم. فقط يعني بالنسبة لهذه الأحداث اللي كتعيش فيها المنطقة ديال زواغة، فهي أحداث اللي هي مستمرة وأحداث متكررة، يعني ماشي لأول مرة. ويعني السؤال حنا اللي كنطرحوا كساكنة، يعني حنا شكون هما الناس اللي وصلونا لهذا الشيء هذا؟ شكون هما الناس اللي وصلونا لهذا الشيء هذا؟ وبالتالي شنو هو المطلب ديالنا؟ المطلب ديالنا هو أننا نوفروا الأمن لهذه السكينة. حنا ما كنطالبوش بشي حاجة كبيرة، كنطالبوا بتوفير الأمن وتوفير فرص الشغل للمواطنين. علاش؟ لأن الناس اللي كيرتكبوا هاد الأفعال هذه يعني راه ماشي بخاطرهم، يعني هاد الناس اللي كيرتكبوا هاد الأشياء راه كتلقى بأنهم ما خدامينش، ما عندهمش واحد الدخل يومي اللي قد أنه يشغلهم يعني على التصرفات هذه. حنا كمواطنين كنطالبوا الجهات المسؤولة، يعني الجهات الأمنية، أنها يعني توفر لنا الأمن في المنطقة، وأنها تحمي الساكنة من هذه الممارسات هذه. ولعل أن الساكنة يعني راه كلها، يعني الساكنة كاملة كتعاني من هذا الشيء هذا، يعني ماشي غير واحد ولا جوج، ولا راه الساكنة كاملة كتعاني من هذا المشكل هذا. وكنتمنى أنهم يلقاو واحد الحل جذري، واحد الحل فوري لهذه المشاكل هذه. وصراحة يعني إلا تفاقمت الأمور سوف نذهب إلى كما يقولون إلى يعني إلى المجهود. يعني نتمنى التدخل الآني والسريع يعني لجميع الجهات المختصة من أجل أنها تلقى لنا حل، وأننا نعيش في الأمان ونعيش في الاستقرار، وهذا هو المطلب ديالنا والمطلب ديال جميع المواطنين.